انت كنت فين يا ولد؟ كنت بسد عند واحدة صاحبتي. صاحبتك؟ طب خش. فيروز. مين دي؟ دي جاية تذاكر معايا يا ماما. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا روحي. بالنا على فكره لو تبصي سندريلا فيها حب، لو تبصي الكرتون كلها حب وجواز وحاجات زي دي. فاحنا قاعدين بنتفرج معاهم ونقول لهم ايه ده له ميعاده لما اكون قادره اخد قراراتي. ليه؟ الجواز مش بس ان احنا هنركب الحصان الابيض ونجري او هنلبس فستان جميل والناس تيجي تبارك لنا في الفرح. الجواز اكتر من كده بكتير. احيانا كنت دايما اتكلم مع بنتي على القصه دي، يعني اقول لها بصي الجواز مسؤوليه، فببتدي من بدري بفهمها ان الحب لوحده ما ينفعش، الحب اللي اخره ارتباط صح. الارتباط الصحيح مبني على تكافؤ فكري اخلاقي اسري مناسب، وان الجواز مش نهايه الحب، دي بدايه الحب. الحب اللي صح اللي بيكون فيه بناء اسره سويه. فلازم الام واحنا بقى ايه واقفين بنقلب الاكل على النار، واحنا بنتفرج على تمثيليه، واحنا فبرسي قواعد من سن 8-9 سنين، بقول لها لا هي بتخرج معاه لا مش مناسب، ومن ورا اهلها كمان يعني مضطره تكذب عشانه. لا ما تكذبش كده غلط، يبقى هو مش هيحترمها عشان بتكذب على اهلها. يا جماعه نرجع للوقايه، ان انا بغرس في ولادي المبادئ والقيم من سن صغير قبل ما اتفاجئ بالواقع.